السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء، نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم الإخوان في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على السيستم ديال الشوفاج، كيفاش يدير يخدم، وإن شاء الله غادي نحاولوا نرسموا واحد المخطط بسيط باش تحاولوا تفهموا هذا السيستم هذا ديال الشوفاج. نبداو على بركة الله. المهم بلا ما نعطلوا عليكم، المهم ما تنساوش الإخوان، حاولوا تابونا فلاشين باش تزيد تكبر العائلة، وفوالا فوالا الإخوان، وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. ونبداو على بركة الله. أول حاجة الإخوان دائما تنبداو بأول حاجة هو الباتري الإخوان، لاليمونطاسيون منين تجي من الباتري الإخوان. غادي نرسمو الباتري، هذا هو الباتري ديالنا كيف ما كنعرفو الإخوان. الباتري فيه جوج ديال لي بورن، فيه بلوس، هذا هو البلوس وهذا هو الموا. كيف ما كنعرفو الإخوان، موا تيكون بالكحل، أو البلوس سيكون بالحمرة الإخوان. فوالا الإخوان، المهم حنا منزوقوش هنايا، المهم حنا غير غادي نشرحو السيستم ديال الشوفاج. فوالا الإخوان، من بعد الإخوان كيف ما كنعرفو، هادي لاماس وهادي البلوس. من بعد الإخوان هاد البلوس هادي من تجي البسيام الإخوان. هاد البسيام الاخوان تتكون في حدا الكومبارتيمون موتور، حدا الموتور الاخوان، كيف ما كتشوفوا في الصوره. هذه هي الصوره ديال البسيام، بي سي ام، فوالا. من بعد الاخوان هاد لي مونطاسيون فاش غادي تدوز، غادي تمشي لواحد الفيزيبل مثلا، على سبيل المثال يقدر يكون فيه 15 امبير، يقدر يكون ديال 20 مثلا، 20 امبير. ومن بعد غادي يخرج. ومن بعد هاد لاليمونطاسيون الاخوان غتمشي للكونتاكت. كيف ما كنعرفوا الاخوان، الكونتاكت فيه ثلاثه ديال الطقات، الاولى الثانيه الاولى والثانيه والثالثه الاولى، فهمتي؟ مثلا بحال ديال تقدر تخدم بها الراديو، الثانيه هي لا بري كونتاكت، والثالثه هي الاخوان هي ديال الديماراج، هي هذيك لاليمونطاسيون تتمشي نيشان ديمار وتديماريها، ومن بعد ترجع للطقه الثانيه هي لا بري كونتاكت. هذه هي الاخوان لا بري كونتاكت، فوالا. هذا هو الكونتاكت. سمحوا لي الاخوان على الرسم، نشوف واش الفيديو واش مزيان، واش تيبان كلشي مزيان. دونك خصني نطلع واحد شويه، فوالا. كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الكونتاكت. ومن بعد الاخوان انفو فاش، المهم من بعد عاوتاني هاد لاليمونطاسيون كدوز وغادي تمشي من الاخوان، غتمشي عاوتاني البي اس اي. البي اس اي كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذه تتكون في لابيتاكل الاخوان، لتحت تتكون تحت الفولون، كيف ما كتشوفوا على الصوره، كيف ما كتشوفوا في الصوره الاخوان، داير على هذا الشكل. من بعد الاخوان غادي يدوز عاوتاني الفيزيبل فوالا. ومن بعد غادي تخرج داك هذيك لا ليمونطاسيون. ومن بعد الاخوان فين غتمشي هاد لا ليمونطاسيون، غتمشي للكوموند ديال الشوفاج. الكوموند ديال الاخوان ديال الشوفاج كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، داير على هذا الشكل الكوموند ديال الشوفاج. هذا مانيوال الاخوان، فهمتي؟ كاين فيه الدقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، فيه ربعه ديال لي فيتاس. غادي نشرحوا الاخوان هذا الشيء، وفوالا الاخوان غير حاولوا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. غادي نحاولوا نرسموا كوموند ديال الشوفاج باش تفهموا. كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا هو اللي تيتحكم في الشوفاج، تتكون فيه واحد البوان، وتتكون فيه واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. وهنا الاخوان دير بحال كيرسور، هنايا تيكون بحال كيرسور كيف ما كتشوفوا. هذا الاخوان مانيوال انت اللي تتحكم فيه، اما تديرو في السرعة الاولى، ولا في السرعة الثانية، ولا في السرعة الثالثة، ولا في السرعة الرابعة. والداخل ديال هاد الكوموند ديال الشوفاج، هذا كوموند ديال الشوفاج، اكتبوها كوموند الشوفاج، كوموند دو شوفاج. كوموند دو شوفاج هو الاخوان الداخل هنايا الاخوان، هادي الاخوان
هذا بحال كيرسول هو هذا الاخوان، هذا هو هذا الاخوان هو كيف ما كتشوفوا هو هذا اللي تتختار به السرعه اللي بغيتي. وهنا لداخل لداخل لي كومبوزون، هنا الاخوان هادو كاملين مجموعين، وهذا ليمونطاسيون غادي تجي تجي هنايا الاخوان. دونك هاد ليمونطاسيون الاخوان كيف ما كتشوفوا غادي تاليمونطي هاد لي كومبوزو هادو لداخل اللي كاينين لداخل الاخوان الكترونيك هادشي. من بعد غادي يخرجوا هاد الخيوطه. المهم الاخوان راني كنرسم لكم، المهم غير باش نشرح لكم مزيان. ومن بعد الاخوان هاد الخيوطه هادو غادي يمشيو، لمن غادي يمشيو لواحد لا ريزيستونس. لا ريزيستونس شوفوا الاخوان، لا ريزيستونس ديال الشوفاج، لا ريزيستونس الاخوان ديال الشوفاج تتكون من مربعه ديال لي ريزيستونس، مربعه ديال لي ريزيستونس ومركبين على التوالي الاخوان. غادي نحاولوا نرسموهم، غادي نحاولوا نرسمو. وكيف ما كتشوفوا الاخوان لا ريزيستونس ديال الشوفاج دايره على هذا الشكل الاخوان، بالنسبه مانيوال الاخوان. وكاينه اوتوماتيك، كاينه ديال اوتوماتيك اللي فيه الشوفاج اوتوماتيك، انا غادي نوريها لكم كي دايره. غادي نجيبها، سمحوا لي. كيف ما كتشوفوا الاخوان هذه يد ديال هذه ديال الاوتوماتيك الاخوان. الداخل فيها واحد المصفات، فيها لي مهم حوايج الكترونيك لداخل فوالا الاخوان. المهم كاينين بزاف ديال الاشكال بالنسبه في مانيوال، كاينه هاد قلنا هاد لا ريزيستونس هادي، وكاينه عاوتاني هادي، كاينين بزاف ديال الاشكال الاخوان. المهم حنا غادي نحاولوا غير نشرح لكم كيفاش كيخدم هاد السيستم. فوالا من بعد الاخوان قلنا هاد لا ريزيستونس مكونه مربعه ديال لا ريزيستونس، مكونه مربعه ديال لي ريزيستونس. لا ريزيستونس الاولى، الثانيه، الثالثه، هادي هي برانسيبال. فوالا الاخوان، و تيكون الاخوان مركبين على التوالي الاخوان كيف ما كتشوفوا هكا هكا هكا. فوالا هنا كاين واحد العقده فوالا الاخوان. ومن بعد الاخوان هاد لاليمونطاسيون هادي، سمحوا لي، هاد لاليمونطاسيون غادي تخرج كيف ما كتشوفوا. او الاولى الاخوان غادي تجي لهنايا، هاد لا ريزيستونس الاولى، عاوتاني هادي غادي تجي لهنايا. غادي نشرح لكم الاخوان هاد الشيء، غادي نمشيو غير بشويه بشويه. فوالا هادي غادي تجي لا ريزيستونس الثالثه والرابعه، غتجي هنا الاخر الاخوان. هادي ما عندها لا ريزيستونس لا حتى شي حاجه، غادي تجي ديريكت فوالا الاخوان. المهم غادي نشرح لكم الاخوان هذا الشيء، غير حاولوا فهمتي، حاولوا دابا حنا ترسموا الشكل، ياك ترسموا الشكل، وفي نفس الوقت حاول انك تشد شي ورقه وستيلو وترسم هذا الشكل باش نعرف اش غادي تحتاجو غادي تولي له، فهمتي الاخوان. لحقاش انت غتشوف الفيديو غدوز واحد يومين واحد 3 ايام غادي تنساه، هاكا الا رسمتي الشكل معايا من بعد فهمتي، غادي تحاول انك صافي تحاول تاناليزي هاد الحوايج. من بعد الاخوان هنا غادي يمشي البيسور، البيسور الاخوان كيف ما كتشوفوا دايره بحال هذا الشكل. فونتيلاتور هي اللي تدفع، الهواء من برا للداخل، هي اللي تدفع تجيب الهواء من برا باش تدخلوا للابيطاكل كيف ما كتشوفوا. على سبيل المثال هذا هو الموتور ديالها، موتور فيه بلوس هنايا، هذه البلوس وهذه موا. وكيف ما كتشوفوا داير بحال هذا الشكل، مثلا داير بحال هكا، وفيه دي فونتيلاتور كوم سا بحال هكا. فوالا الاخوان، هادي بلوس، هادي بلوس اللي غادي تجي من لا ريزيستونس من هنايا. وهادي الاخوان مو هادي ديال لاماس، هادي ديال لاماس. فوالا الاخوان، دابا عاد غادي نحاولوا نشرحوا. اول حاجه الاخوان، على سبيل المثال انت شديتي انت دابا لداخل ديال السياره، لداخل ديال السياره وبغيتي تخدم السرعه الاولى، هذا
كيف ما كتشوفوا هذا الكيرسور هذا حطيتيه هنايا في السرعه الاولى صافي. ان شو فاش كتديروا في السرعه الاولى هاد القاطعه هذه غادي تجي تسد، غادي تجي تسد هنا غير باش تعرفوا هاد الاخوان ديال السرعه الاولى هادي، هاد الاولى هي هاد الاولى، هاد الجوجه هي هاد السرعه الثانيه، والثالثه هي هذه السرعه زعما الثالثه، والرابعه هي السرعه الرابعه. فوالا الاخوان، دونك هنا هل السرعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كيف ما قلنا. ينفو فاش هذا الكيرسور هذا تتحطوه هنا في الواحد، دونك هنايا هاد لابارتي هادي اللي هذا داير بحال كونتاكتور هو هذا الداخل. من بعد هنايا هذا تتحطو بحال فاش تدور هذا، فاش تدور هذا تجيبو الواحد هادي كتسد، هادي هي السرعه الاولى. من بعد فاش كتسد هاد ليمونطاسيون الاخوان اللي جايه اللي جايه الاخوان من البي سي كيف ما كتشوفوا فاش غادي تدخل. من بعد هنايا الى ما درتي السيليكسيون مثلا السرعه الاولى ولا السرعه الثانيه ولا السرعه المهم الثالثه ولا الرابعه، هنايا لا ليمونطاسيون غتبقى واحده. دونك هنايا اون فوا فاش غادي تسيليكسيوني السرعه الاولى ها كيف ما كتشوفوا لا ليمونطاسيون غادي تجي وغادي تطلع من هنايا كيف ما كتشوفوا غادي تجي ها هي. من بعد غادي تدوز على لا ريزيستونس الاولى. غير باش نفهمكم هنايا الاخوان لا ريزيستونس مثلا على سبيل المثال انا غير غادي نعطيكم باغ اكزومبل مثلا الى دازت من هنايا، الى دازت من هنايا هاد الى دازت من هنا هاد لا ليمونطاسيون، حنا على سبيل المثال الباتري فيها 12 فولت، الباتري فيه 12 فولت على سبيل المثال الباتري فيها 12 فولت، ها غادي تدوز من هنا 12 فولت، دونك غادي تدوز على هاد لا ريزيستونس الاولى كيف ما كتشوفوا، وغادي تجي وغادي تدوز على ريزيستونس الثانيه، من بعد غادي تجي وغادي تدوز على لا ريزيستونس الثالثه، ومن بعد غادي تجي كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا الاخوان. اسمحوا لي هنايا كاين شي خطا، اسمحوا لي الاخوان هنا كاين واحد الخطا هنايا الاخوان، هادي الاخوان غادي تجي من التحت من هنايا فوالا فوالا الاخوان. دابا دابا هادشي اسمحوا لي الاخوان، دابا الاخوان هنايا كوغاكت هادشي لا ريزيستونس، دابا الاخوان هاكا راه مزيان. من بعد كيف ما قلنا الاخوان غادي تجي لا ريزي غادي تجي لا ريزيستونس، غادي تدخل على الاولى، غادي تجي تدخل عاوتاني على ريزيستونس الثانيه، وغادي تدخل على ريزيستونس الثالثه، وغادي عاوتاني تخرج من لا ريزيستونس الرابعه. وكل ريزيستونس على سبيل المثال مثلا هاد لا ريزيستونس هادي تسدي واحد فولت، وعاوتاني هاد واحد فولت، عاوتاني هادي غتسدي واحد فولت، وهاد لا ريزيستونس غتسدي واحد فولت، وهاد لا ريزيستونس الرابعه غتسدي واحد فولت. دونك الاخوان فاش دير هاد القطيعه هادي فاش ديرها في السرعه الاولى، دونك هاد الكرسو فاش ديرو في السرعه الاولى فاش دوز لا ليمونطاسيون هنايا، دونك هنايا الاخوان راه كاين 12 فولت هنايا الاخوان، مثلا غادي دوز هنا 12 فولت، 12 فولت فوالا. من فاش غادي دوز، من بعد فاش غادي دوز 12 فولت غادي دوز عليها اربعه ديال اربعه ديال لي ريزيستونس، دونك هنايا اربعه ديال لي ريزيستونس، دونك ناقص اربعه. كيف ما كنعرفوا هنا لا ريزيستونس غادي واحد فولت واحد فولت واحد فولت واحد فولت واحد فولت، دونك 12 نقصوا منها 4 4 ديال 4 ديال 4 فولت شحال كتساوي؟ 12 ناقص 4 الاخوان الناس الماتيماتيك، المهم تتساوي 8 فولت، 8 فولت. دونك الاخوان فاش غادي تخرج هنايا هاد لاليمونطاسيون غادي تخرج 8، غادي تخرج 8 فولت، غادي تخرج 8 فولت. فاش غادي تخرج 8 فولت غادي تمشي للفونتيلاتور، والفونتيلاتور غادي تاليمونطا باش ب 8 ب 8 فولت. دونك الاخوان الفونتيلاتور غادي تدور غير بشويه حيتاش عندها اليمونطاسيون غير 8 فولت. مثلا على سبيل المثال انت عاوتاني مشيتي سيليكسيونيتي السرعه الثانيه، الا درتي السرعه الثانيه فوالا، الا درتي الا سيليكسيونيتي في السرعه الثانيه، الا سيليكسيونيتي في السرعه الثانيه هادي غادي ترجع الاخوان، غادي ترجع هنايا هذه السرعه الثانيه. من بعد كيف ما كتشوفوا غادي 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 تجي لا ليمونطاسيون، وغادي تدوز على هاد لا ريزيستونس الثانيه صافي، لا ريزيستونس الاولى صافي، ما غاديش تدوز عليها لا ليمونطاسيون لحقاش هذه ديال السرعه الاولى. دابا لا ليمونطاسيون غادي تدوز في لا ريزيستونس الثانيه، وغادي تدوز على الثالثه، وغادي تدوز على الرابعه. دونك هنايا هنا الاخوان غادي نحيدوا هاد الربعه، وغادي نديروا ناقص ثلاثه، ثلاثه ديال 3 فولت فوالا، 3 فولت. دونك تتساوي الاخوان 12 ناقص 3 هي 9 فولت، هي 9 فولت. دونك الاخوان هنايا فاش غادي تخرج، غادي تخرج 9 فولت، 9 غادي تخرج 9 فولت. من بعد الفونتيلاتور الاخوان غادي تزيد السرعه شويه، غادي تزيد السرعه شويه لحقاش سيليكسيونينا السرعه الثانيه فوالا الاخوان. عاوتاني فاش غادي نسيليكسيوني عاوتاني السرعه الثالثه الكيرسور فاش غادي عاوتاني نجيبوه السرعه الثالثه هذه، هذه عاوتاني غادي تسد،
هادي عاوتاني غادي تسد كيف ما كتشوفوا، وغادي دوز لا ليموطاسيون من هنايا، وغادي تجي لا ريزيستونس الثانيه الثالثه والرابعه. دونك هنايا غادي نديرو ناقص جوج، دونك ناقص جوج ناقص جوج هي الاخوان 10 12 ناقص جوج هي 10 فولت. دونك هنا الاخوان غادي تخرج 10 فولت. فاش غادي تخرج 10 فولت غادي الفونتيلاتور غادي تدور بالسرعه الثالثه الاخوان. عاوتاني اخر سرعه الاخوان هي 4 كيف ما كتشوفوا. فاش غادي نسيليكسيوني وهنايا السرعه الرابعه كيف ما كتشوفوا، هذه غترجع هنايا فوالا الاخوان. هذا لي مونطاسيون غادي دوز كيف ما كتشوفوا. شوفوا لاحظوا معايا، غادي دوز من هنايا وغادي دوز، وغادي كيف ما كتشوفوا ما غاديش دوز على حتى شي ريزيستونس من هاد الاربعه، ما غاديش دوز على حتى شي وحده فيهم، غادي دوز ديريكت. غادي دوز ديريكت 12 فولت، 12 فولت غادي دوز ديريكت، ما كاينه لا ريزيستونس لا حتى شي حاجه، غادي دوز نيشان على 12 فولت. 12 فولت غادي دوز نيشان. دونك هنايا الاخوان لا فونتيلاتور غادي دوز غادي تدور باقصى سرعه. دونك هنايا الفونتيلاتور الاخوان غادي تدور باقصى سرعه عندها، فهمتي الاخوان؟ وباش المشاكل الاخوان اللي تيكونوا في هاد لا ريزيستونس ديال الشوفاج تيتحرقوا، غالبا تيتحرقوا الاخوان هاد لا ريزيستونس الاخوان. باش تعرف ان لا ريزيستونس عندك واش فهمتي محروقه ولا محروقه، شنو كدير؟ تتجي مثلا غادي ديروا في السرعه الرابعه هاد الكورسور هذا كيف ما كتشوفوا، غادي ديروا في الربعه، غادي ديروا في الربعه لحقاش الربعه تدوز لاليمونطاسيون ديريكت للفونتيلاتور. الا درتيها في الربعه وخدمات الفونتيلاتور هنايا، عرف بلي انا لي مشكل عندك في لا ريزيستونس خصك تبدلها. الا درتيها في الربعه وما دارش الفونتيلاتور، عرف بلي انا الاخوان هاد الفونتيلاتور هي اللي عندك فيها المشكل، خصك تيستيها. المهم الموتور تتلقاه فهمتي ميت، ولا لي شاربون حتى هو اللي فيه لي دي شاربون ايتترا تتلقاهم ميتين. فوالا الاخوان. وشنو اخر مثلا على سبيل المثال بغيتي تعرف لا ريزيستونس، مثلا على سبيل المثال تحرقات لك لا ريزيستونس هذه طونس الاولى، تدير في السرعه الاولى. الى درتيها في السرعه الاولى ما غاديش دور الفونتيلاتور. اون فوا فاش ديرها في السرعه الثانيه كدور الفونتيلاتور لحقاش السرعه هاد لا ريزيستونس الاولى الاخوان تتلقاها محروقه. دونك هنايا لا مونطاسيون دايزه من هنايا، غادي دوز على الاولى غادي دوز على الثانيه والثالثه والرابعه، وغادي تمشي لا مونطاسيون لهاد الفونتيلاتور. مثلا على سبيل المثال عندك لا ريزيستونس الثانيه محروقه، اذا كانت محروقه هاد لا ريزيستو هاد الاولى الاخوان ها نتوما، الا دازت لا مونطاسيون من هنايا غادي دوز على ريزيستونس الاولى، ومن بعد غادي فاش تبغي دوز على لا ريزيستونس الثانيه غادي تلقاها محروقه. دونك ما غاديش دوز لا مونطاسيون. دونك هنايا المشكل عاوتاني، هنايا المشكل تتلقى عندك لا ريزيستونس الثانيه محروقه. عاوتاني شنو اخر؟ عاوتاني مثلا على سبيل المثال عندك عاوتاني هاد لا ريزيستونس الثالثه محروقه، صافي عاوتاني لي مونطاسيون ما غاديش دوز. فوالا الاخوان فاش ديرها في ربعه تدوز، دونك المشكل عندك لا ريزيستونس خصك تبدلها. المهم هاد المشاكل راهما ساهلين الاخوان، حتى الاخوان هاد لا ريزيستونس الاخوان فاش كتمشي لك، فهمتي هاد لا ريزيستونس فاش كتمشي لك او عندك السرعه الرابعه فهمتي تقدر ديباني بها. ولكن الا كانت مانيوال فهمتي، الا كان عندك الكورسور فهمتي بحال هكا، الا كان عندك الشوفاج اوتوماتيك الاخوان بحال هادي، راه هادي لا ريزيستونس ديال الشوفاج اوتوماتيك الاخوان. فوالا اون فوا فاش تحرق واحد لاموسفيت هنايا، واحد لاموسفيت هنا تتمشي، ميمكنلكش تديباني راسك فهمتي. اون فوا هادي تقدر ديباني، تقدر تعطيها 12 فولت ديريكتومون، ولكن هادي الاخوان المهم ان شاء الله مازال غادي نريباريوها لحقاش فيها الموسفيت راني ديجا كومونديتو شحال هادي، ما وصلنيش ما عرف فين هو كاع. المهم راني حليت ليتيج باش يردوا لي رزقي، المهم تنحاول نشتري من شي بلاصه اخرى. فوالا الاخوان. المهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم.